مشاهدينا الآن حندوكم لإحدى الروضات بالجزائر العاصمة اللي تحيي هذا اليوم على طريقتها الخاصة، بحيث تقوم المربيات بتعليم سيرة وقصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام للأطفال، وزيد على هذا يغنيوا معهم بعض الأناشيد الدينية، وبالإضافة إلى تزيينهم باللباس التقليدي والحناء، وكل هذا لزرع الثقافة الإسلامية والتقاليد الجزائرية في نفوس الأطفال والبراءة. اقعدوا معنا مشاهدينا راح نشوفوا هذا الروبورتاج. زرع الثقافة الإسلامية والتقاليد الجزائرية في نفوس الأطفال وكذا المحافظة على عادات مجتمعنا يعتبر أمرا مهما في تربية النشأ وتلقينهم أحسن تربية. ومن بين التقاليد التي اعتاد عليها مجتمعنا هو إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل سنة. صبيحة هذا اليوم وبإحدى روضات الجزائر العاصمة نعيش مع بعض البراهم وأسرتهم التربوية تحضيرات حفل المولد النبوي الشريف لغرس ثقافة هذا اليوم وتعريفهم بأهمية خير خلق الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قبل بداية الحفل تقوم المربيات بتحضير الأطفال بتزيينهم بالألوان وارتداء الأزياء التقليدية كقفاطين والكراكو وغيرها من الأزياء التقليدية. أما الذكور فاختارت لهم مربيات أزياء تقليدية يزينها الطربوش والعمامة الجزائرية. دوسهم دوكا وحدة بوحدة قعدوا ما كيتلهم سقسيهم مش ملاكولو عاكو حابين دير لكم في عينيكم ونماكيلكم كل واحد وش يحب كل واحد وش ملاكولو اللي يحبها. وكما هو معروف في مختلف أرجاء الوطن تم تحضير الأكلات التي تعد في هذه المناسبة الطمينة والحلويات التقليدية وغيرها. يا مسلمين احتفلوا به وتبعوا ما وصانا عليه. يا مسلمين احتفلوا به وتبعوا ما وصانا عليه. دين النبي واحنا اليه قلبي شيق اليه عاشقي رسول الله والصلاة عليه. زاد النبي واحنا اهدابي صلى الله عليه عاشقي رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بدر التمام انا مع لي بريباراتيف تاع المولود راكو هنا في لا كوزين عاولكم لي غاتو اون با سيرفير لي انفان مي افون تو اون لي بريبار اون لي في ابيي اون لي ماكي سيت ان ايفينمون حنا كي سو بريبار او موان بوندون 15 جور ا بو بري سي تادير اون في لي اشا نوجدو الطمينه نوجدو لي غاتو اي لو بلوز امبورطون تاع المولود نوجدو لي ترافو مانيوال سي تادير نديرو الشمع ندير لنا تاني لي كارت تاع بوناني كون طحنا هاد العام على فهاد لاني سي تادير اون افيتي لي دو. افتتح الاحتفال بالاناشيد الدينيه والترهيل باصوات الاطفال البريئه التي حفظت اناشيد التي تتغنى بخير الانام وحتى الاغاني التقليديه القديمه التي اعتدنا ترديدها في هذا اليوم. الاطفال يغنيو اغنيه تاع المولد النبوي الشريف. لو بوت تاعنا تاع الغناء تاعنا نو سالمون لونغاج تاعهم او ميم طون باش يعرفوا اسم الرسول تاعنا. حنا دوله اسلاميه لازم نعلمو لهم من الصغر الاسم تاعو وقتاش زاد كيفاش تربى نعلمو لهم الدين تاعنا.
c'est-à-dire on est obligé pour les fêtes نحفظوه هنا دي شانسون ريليجيوز parce que l'enfant تاعنا حنا اللي كان في هذا لاج كي يكون صغير لازم ندخلوا فيه سيزان نرسبوا فيه العادات والتقاليد تاعنا باش كي يكبر يبا توجور لي غاردي يبا توجور يفكر لا ماتيرنال تاعو بلي كان يعطوا له حاجه مليحه وقتاش زاد لا كامل لا لا واش من العام زاد عام راه ربيع الاول ايه كل عام في حين تقوم المربيات بالعاب واسئله لترسيخ حياة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاكرة الطفولة، فهي تعد أفضل وسيلة لحفظ هذه المحطات التاريخية الإسلامية الهامة. ليحين دور الحناء، أين تقوم الحجة رحمة بتحضير الحناء على الطريقة القديمة بوضع الحناء وخلطها بماء الزهر والملح وترديد دندنات والاستخبار للحفاظ على الطابع الحميمي والعائلي الاحتفال. رسول الله صلى الله عليه هذا النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا شبيل رسول الله صلى الله عليه هذو عوايدنا وعوايد جدودنا تقاليد تاعنا ما لازمش نساوهم لازم نثبتوهم ونرتبوهم تبعوهم لوليداتنا باش ما ينساوش هما الوعد ديالنا نديروا الحنة ونديروا الشتاء كاين اللي يدير طعام باللحم كاين اللي يدير الشتاء ويكحلوا عوين تاع عوينات البنات ويديروا لهم الحنة وكل بلاد كيفاش كاين الغرب وحدهم الشرق وحده والموسم واحد كل واحد كيفاش يحتفل به هذا الحنة نرونها بشيامة شيامة زهر كاين كل واحد كيفاش حنا كيما انا تاع العيد نحب ندير فيها شيا حليب شيا سكر تاع راس العام باش يجيهم محلو الدراري ويجيهم يعني العام تاعهم مليح وانت المولود نرونها غير بالماء زهر وشويه سكر شويه ملح هذا هو كل واحد كيفه ونديروها البنات الولاد كلهم يحبوش زمان كانوا الولاد يحبوا يديروا الكوابس ودرك لا دوك الولاد ما يحبوش كامل الولاد ما يحبوش لا والبنات كلهم كاين اللي يحبوا يديروا اليدين كاين اللي يحب يدير دوايره كاين اللي يحب يدير كل واحد كيفاش كيما العرايس كيف كيف هذه هي بسم الله ان شاء الله مولود مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه كامل وعلى وليداتنا ربي يجيب لكم صحتكم والهنا وراحة البال إن شاء الله هو الخير والربح لبلادنا ووليداتنا وربي يهنيهم كامل إن شاء الله يهني كاع الشعب الجزائري والشعب المسلم كامل هاي شكون تبدا أنا ندير الحنة بالتقدام يا وليدي بسم الله نبدا نحني والصلاة على النبي ومحمد محمد صلوا يا لما عليه صلوا يا لما عليه سيدنا وحبيبنا يرحمن صلى عليه يربح من صلى ارسام ويربح من صلى ارسام ويربح من ربي تام هذاك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الطفل كورقة بيضاء نكتب عليها ما نريد وزرع مثل هذه التقاليد والعادات في ذاكرة أطفالنا وتلقينهم تواريخ والأحداث المتعلقة بديننا الحنيف في هذه السن المتقدمة يعتبر أمرا مستحسنا وما هذه المبادرة إلا مثال يحتذى به في مؤسساتنا التربوية وفي أسرنا